أيتها الأحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا. من فترة انقطعنا عنكم، ولكن إن شاء الله بنرجع لكم وبقوة بإذن الكريم. اليوم رح نشرح لكم عن طريقة تركيب سقف فلات من الألف إلى الياء، وهالشرح إن شاء الله رح يكون مفيد جدا جدا، بس اللي عليك إنك تحضر الفيديو مرة ومرتين ورح تفوت من الصفر إن شاء الله، ورح تطلع محترف بإذن الكريم على اختلاف الأدوات اللي بنستخدمها، ولكن كل صيغ سقف الفلات على نفس طبيعة الحال إنه بكون بهاي الطريقة. رح نكون مستمتعين مع بعض بهالفيديو اللي بيتقارب تقريبا 23 دقيقة، ولكن بنفس الوقت رح نكون إن شاء الله جميعا مستفيدين، واللي بيشوف الفيديو رح يتعلموا، أنا متأكد يعني رح يتعلموا ما في مجال. وخلينا نتابع مع بعض خطوة خطوة، وإن شاء الله نكون مستفيدين جدا. وعشان نركب سقف فلات خلينا نخش بالحامي. أول شغلة بنعملها بنأخذ القياس تبعنا، إحنا هون أخذنا 10 سنتي، 10 سنتي بدنا ننزل سقف الفلات. طبعا تنزيل سقف الفلات إحنا حسب رغبة الزبون وحسب القياس اللي بيطلبوا منا السقف، إيش اللي لازم إحنا ننزله، تمام؟ فعشان هيك بنأخذ القياس، سواء كنت أنت ماخذ القياس هذا على الليزر او بامكانك انك تاخذه على بربيش الشغلة، يعني هذول الطريقتين المعتمدات بحيث انه تعطي السقف كامل ميزان. وهيك بنركب الليزر طبعا، وبنثبته على القاعدة. طبعا هذا الليزر ليزر ليفل تعليق، بيختلف عن الليزر اللي هو بكون نصب على الارض، هذا بيعطيك 360 درجة. أهم شيء من الأساسيات إنه نتعلم كيف نشتغل سقف فلات. وهيك بنكون ركبنا الليزر على القياس اللي بدنا إياه. والآن بنركب مسامير الهواء. طبعا مسامير الهواء بامكانك تشتغل فرد الطلقات او بدريل برغي واسفين. طبعا البرغي والاسفين انا ما بنصح فيه نهائيا، بطيء. وشغله ثانيه ما بيتحملوا بعد فتره هو الاسفين، لانه بالسقف بيسحل يعني بيوقع. الخطوه اللي بعدها طبعا بنركب الزوايا، زوايا الجبسن بورد، وكأن احنا بدنا نعمل زنار دائري للغرفة، وكأنها ليفل للغرفة، وحدة قياس، يعني انه بنعمل ميزان على داير الغرفة فوق الليزر بالضبط. طبعا مثل ما حكيت لكم انه فرد الهواء انا بستخدمه، شو اللي موجود عندك او المتاح لك كمعدات جيب، فما تتقيد باللي موجود عندي. يعني حتى انا شفت ناس بيشتغلوا بمسمار وشاكوش يعني. بس طبعا كل شغل بده مواصفاته وبده طبيعته 100%. الان مثل ما بتعرفوا احنا واحنا بنركب الزوايا بالطريقة هاي لازم يكون كل الزوايا متصلة ببعضها، يعني ما بصير تيجي تركب انت للصفر تمام الزاوية وبعدين الصفر الثاني تركب زاوية كاملة، لا كلها لازم يكون متصل ببعضه، يعني الشرح من الأسفل بعدين بيمتني زاوية بالجبسن بورد. بشكل عام هاي الطريقة اللي لازم نتخذها، انه احنا يكون كل الحديد متصل ببعضه. طبعا فرد الهواء
إذا بتلاحظوا هو سريع جدا وبيعطي كميات أكثر من الثبات. يعني أنت بتعطي مسامير خير الله وبوقت محدود، يعني لفت الغرفة كاملة عن برغي وإسفين واحد كوقت، يعني كوقت وجهد. شوفوا كيف دائما الزوايا لازم يكونوا متصلات ببعض، يعني ما بصير أنا أجي أعطي الزاوية الحديد أحطها بس للزاوية وبعدين أجيب قطعة ثانية وأركبها معها، لا ما بصير. والخطوة الثانية خلينا مركزين مع بعض وإحنا مستمتعين، اللي هي بنقسم السقف على ستينات، تمام؟ طبعا إحنا أخذنا من الواجهة هاي من خلفي بالضبط، بأخذ من نفس المكان على ستينات، طبعا إلا إذا كان في ميلانات، كل قاعدة إلها شواذ طبعا. زي هيك 60 60 60 بنقطعها لآخر مكان اللي هو 60. من الممكن تتاخذ بعد 60 مثلا بآخر منطقة قياس أقل من 60، فهي ما بتتاخذ خلص، هاي بتروح مع جسم الزاوية الأخير. يعني بكون 60 القبل مثلا بعديها صار 40، ولكن بالمقابل الممسك تبعها اللي هي الزاوية اللي لفيناها قبل شوي على الجدران. والآن محل ما علمنا ستينات بنضرب خيط علامة. إن شاء الله هالتصوير يكون عاجبكم، أي ملاحظات بتشوفوها بالفيديو أعطوني عليها عشان نرجع نعدل بإذن الكريم. طبعا مثل ما شفتوا عفوا خيط العلام طبعا إشي كثير كثير مهم، طبعا سعره طري، احنا بتعداش الدولار ونص دولارين، وهيك بنضرب خيط علام. بنقسم الغرفة كامل خيطان علام بالطريقة هذه. الديكور بشكل عام مثل ما كنت احكي دائما ممتع جدا. الآن هاي زاوية قائمة، كانت عندك زاوية قائمة ولا ما كانت عندك زاوية قائمة، ولكن افهم الفكرة وطبق بالموجود عندك. الآن ضربنا خيط أو خط على استقامة، لأنه إحنا أخذنا السقف 10 سنتي، الآن هنا بنحط 15 سنتي. ليش بنحط 15 سنتي؟ هسه بنشوف. طبعا هنا بنرجعها كمان للخلف من 15، بنرجعها هنا لستة سنتي، يعني 15 بعدين 6 سنتي الفارق اللي هي رجعنا فيها على 9 هاي، وبنعطيه مخطوط على كل مكان أخذناه بنعطيه. طبعا هيك بنكون فطرنا المنطقة اللي بدنا إياها اللي هي 15 سنتي، وأخذنا من منطقة 6، يعني صارت منطقة 9 ومنطقة 6 سنتي. الآن بنجيب السي شنل وبنقصها، وبنقص السي شنل طبعا من الأطراف، يعني ما بنقصها كامل إلا بآخر القطع. صارت 6 و9، 6 و9 بشكل عام للجبسن بورد، لانه احنا قلنا سقف الفلات اخذناه على الدائر 10، من الممكن تطلع معنا منطقة 11، منطقة تطلع معنا 9، منطقة تطلع معنا 8، هذا اشي طبيعي. المهم يكون من تحت ميزان، لانه السقف احنا ما بنحزر عليه، لانه احنا كمان مش احنا اللي سوينا. هاي الزاوية القائمة شوفوا كيف انثنت بالطريقة هاي، عشان يكون منطقة حامل ومنطقة محمول. الحامل على السقف مثل ما انتم شايفين هون، الآن حطها بتطخها على سوا الخط بعدين بتثنيها بهالاتجاه. طبعا انا اخذت الخطوط بالاتجاه اللي هو طولي هذا، بامكاني اسوي السقف بالعرض، انا مش مقيد اتجاه وين السي شنل. احنا ركبنا الزاوية اول شيء، بعدين ركبنا السي. خلينا نركز شو القطع والأدوات اللي قاعدين نستخدمها أول بأول. فعلا
شغل الديكور سبحان الله أنا بشوفه ممتع جدا. طبعا التركيب طريقة نظرية، يعني بتحاول تخليهم 60-70-75 نظري، والمعلم بعد فترة بصير يميز بين 60-59-70. فهاي السيات اللي قاعدين بنركبها من السقف، على السقف أقصد، شوفوا كيف بنحنيها. عفوا مرة ثانية، والآن بكون السقف جاهز، سيات راكبة على السقف ونازلة لتحت. نقصتها طبعا أنا سانتي، وحتى لو إجت زايدة عن الزاوية مباشرة أنا بعد ما أركب الأوميجا بقصها. والآن بنحط خيط النايلون. خيط النايلون طبعا لازم يكون بداية الخيط من فوق الزاوية مش من تحت الزاوية. شوفوا كيف من فوق الزاوية مش من تحت الزاوية، يعني ما بخلي الخيط يكون تحت الزاوية، لا فوق، عشان هيك الواحد بركز بالحكي، لأنه أنا في سي ثانية راح تشبك بالسي اللي معلقة بالسقف، هاي اللي ثنيناها ثاني اللي هي 15 سنتي من فوق 6 سنتي من تحت 9 سنتي. شوفوا كيف الخيط برضو انحط من فوق مش من تحت، وهيك بنربطه وكأنه وحدة قياس أو وحدة ميزان للجدران، شايفين؟ والآن بنركب السي المحمول. على كل السيات الحامل طبعا فوق الزاوية حسب الزاوية اللي موجودة معكم لها، يعني في زوايا اللي هم على الدائر اللي ركبناهم أول إشي، تمام؟ في منهم بكونوا بالزايد، يعني بدك تنقصه نص سنتي. انت بتقيس بتجيب الأوميجا وبتركبها بعد ما تفهم علي، هسه كمان شايف بلاش تفهم جرحها فوتك بالحيط كويس، يعني ممكن انك تنزلها عن الزاوية نص سنتي، فانت بتجيب خيط النايلون بتدق مسمار بالحيط على نص سنتي نزول وبتركبه على الجهة الثانية، وهيك بنجمع طبعا السي على السي. انا بشتغل برغي سنساج، يعني كثير بيشتغلوا على سيلف دريل. سيلف دريل انا بالنسبة لي لانه بيترك فراغ، لما يحفر بيترك فراغ تقريبا 3 ميلي 2 ميلي ميلي ونص حسب حجم البرغي، فانا عشان هيك ما بحب اشتغل فيه، بحب اتغلب واشتغل بسنساج واجمع بالبراغي زي هيك. طبعا هاي وصلات بتدخل السي بالسي وبتكرب السي على السي، حلوة هاي، سويت سو حلو. الله يعطيك العافية، والله صدقا انه الواحد اشتاق لكم، لانه احنا من زمان ما طلعنا بثوث، ولكن انا بوعدكم انه يكون كل الفيديوهات دسمه، يعني انا مش مستعد ان اقعد اعمل فيديو مثلا من جزء اول وجزء ثاني وثالث ورابع، لا خلي الفيديو طويل بس بنفس الوقت شو خلص انت ماخذه باسراره كل اشي من خفايا، عفوا كل اشي من خفايا، وتكون انت حافظه كامل. ليش؟ لانه عندنا الاف الديكورات بدنا نشتغلها ولازم الكل يترزق. هيك السيات نزلت السي على السي بالطريقة هاي مثل ما هي واضحة معاكم، كله ميزان طبعا فوق الزاوية، الجميع كلياته فوق الزاوية. والآن بنرجع بناخذ ستينات، بس الستينات طبعا هاي منتظم مش زي السي اللي ربطناها بالسقف، ستينات على طول. طبعا الزاوية اللي أخذتها أنا من اليمين تمام مثلا وبلشت أحط ستينات، من وين برجع؟ برجع من خلفي على نفس الاتجاه اللي أنا أخذت منه 60 وببلش أعد ستينات. عشان إيش نجمع؟ طبعا عشان نجمع الأوميجا. الأوميجا هون بتركب فوق الزاوية. في كان عندي فيديو قريب من سقف الفلات، كنا شغالين لأسقف البي في سي وكنا موزعينهم على 80، تمام؟ فهاي بتختلف شوية، إنه الأوميجا راح تكون راكبة فوق الزاوية.
والآن بنبلش نركب بالأوميجا. طبعاً الأوميجا راح تكون، شفت الخطوط هذول اللي قاعدين إحنا بنجمعهم، يعني 60 60 60 تقطيعات. الأوميجا هي من تحت 5 سنتي، تمام؟ فأنا بجيبها بنص الأوميجا 60، يعني الأوميجا راح تكون بنص الخط تبع الستين، عشان يكون معي 2 سنتي ونص من هون، 2 سنتي ونص من الجهة الثانية، بحيث لما تكون جامعين إحنا على 120 يكون الأوميجا، أو تكون الأوميجا بين اللوح واللوح، ماخذين من اللوح للوح الأولاني من هون 2 سنتي ونص، ومن اللوح الجهة الثانية 2 سنتي ونص، عشان يمسك وبقوة. نفس الإشي بنجمع السي على الأوميجا، شوفوا كيف المساحة ضيقة تبعيت السي، بس إنك ما تحط البرغي طرف طرف، لا بده يكون بنص السي ومجموعة مع الأوميجا. طبعا هاي الوصلات، كيف بنجمع الوصلات؟ 1 2 3 4 بالمناطق المقصوصة، وبعدين بنرجع بنحط مسمار بين السي والأوميجا. صار عندنا استخدام 3 شغلات، أول إشي الزاوية، بعدين السي بطريقتين اللي هي حامل ومحمول، وبعدين الأوميجا برضو محمول، وهيك بنجمعها حتى مع الزاوية بنكون شادين الأوميجات طبعا على 60 لآخر منطقة، يعني آخر منطقة ممكن ما تطلعش معي 60، ولكن خلص بتجمع الزاوية مع السقف. والآن المرحلة اللي بعديها كله سريع سريع إن شاء الله. طبعا أنا بستخدم رافعة الجبسن بورد لأنه أنا بشتغل لوحدي فقط لا غير، بدون مساعد، فبإمكانك لو أنت شغال أنت ومعاك مساعد خلاص أنت ترفع من اليمين وهو يرفع من الشمال، وباعتقادي أنه هاي الطريقة أفضل، يعني إن كان معاك متوفر رافع الجبسن بورد أفضل بكثير. ليش؟ عشان ما يصير وأنت ترفع من جهة والمساعد تبعك بيرفع من جهة ثانية، يصير فيها خبخبات ويضعف اللوح ويتعب. شوفوا كيف الجمع، شايفين؟ ظل معي 2 سنتي ونص من الحفة تبعت الأوميجا. طبعا داخل الستين، طبعا اللوح 120 معروف، العرض دائما 120، كويس. وهاي على الوسط الستين، شوف كيف البرغي بنحاول نجيبه بالنص، هيك ركب اللوح. طبعا في فراغ 2 سنتي ونص من الأوميجا للوح عشان يركب اللوح الثاني اللي بجنبه. طبعا الألواح بدها تركب بشكل زجزاج، هسا نفهمكم كيف زجزاج. المناطق الفارغة هاي بنرجع بنكرب فيها او بنجمع فيها اوميجات، عشان لما بدنا نعمل شبر اللي هو الشاش ما يفسخ، لا يكون كلاته متماسك مع بعضه بالحديد. فهاي الزوايا او الاوميجات اللي نركبها، ممكن تركب ترك، ممكن تركب اوميجا، فالمتاح عندك انت اشتغل عليه عشان تجمع اللوح وتخلي يلتقي باللوح اللي قبله. والآن بنركب المسافة اللي بقيت، يعني ناخذ قياسها وبنركب المسافة اللي بقيت وبنركب اللوح. من الممكن انها تكون الغرفة اكبر، مثلا بدها بالطول بالبداية لوح لوحين 3.5، الجهة اللي مقابلها ببلش مش بلوح، ببلش بالنص اللوح، تمام؟ نفس القياس اللي اتاخذ من الاول اللي هو بالاخير مثلا، ونص نص نص لوح، وببلش اجمع عكس عكاس زي الزقزاق. شوف كيف جمعنا اللوح الان مع المنطقة اللي راحت قصص نصف لوح، عشان ما يكون الخط لما الواحد بده يشبر، يعني هدفها انه بس الواحد يحط شبر ما يكون كل منطقة خط كامل مشبر.
وكأنه كل لوح بكون ودعه للفراغ أو السطح اللي كان إجا أو إجا في اللوح اللي قبليه. شايفين كيف؟ نأخذ عكس، يعني هاي هنا خط لوح كامل، عكسيه نصف لوح. وبنبلش نجمع طبعا بالبراغي، حاول انه يكون 20 ل 25 سنتي كل برغي. طبعا ما بدنا ننسى وضع بربيش الكهرباء في نصف الغرفة. طبعا هو بينشغل بدون بربيش كهرباء، يعني لو نسيت ما تخاف انه انت ما ركبت البربيش، ولكن افضل البربيش عشان ما يكون في عوائق والواحد يتأخر وهو يجمع بالسلك. طبعا انا بالنسبة لي ما بحب الانسان اللي بيكون مسبع الكار. انت فني ديكور، اجمع للكهربائي البرابيش، يعني المطلوب منك. اما ما تكون كهربجي وفني ديكور وحداد ألمنيوم ونحاس يعني كثير. وهيك بنجمع اللوح اللي بعديه برضو نفس الشيء عكسي، يعني الجهة اللي منها نص انا بركب اقبالها لوح كامل، وهلم مجر اللوح ثم اللوح ثم اللوح وعكس عكس. المناطق الفارغة نفس الاشي، ما باجي بقص مثلا فيها تفريغ مثلا عمود، باجي بقص اول اشي قبل العمود بعدين بحط قطعتين وكذا. احنا بدنا نحاول نقلل من القصص بالالواح عشان ما يغلبنا بالشبر والمعجون. فاللي بحكي انه انت فني ديكور، اشتغل ديكور بانواع جبسن بورد، جبصين، قرميد، فور سيلينج، بي في سي، باركي، باربيكيو، ورق جدران، بي في سي، يو في، كل انواع الديكورات اللي بتخطر على بالك احترفوا فيها. اصلا الواحد لما يبلش يشتغل بالطريقة هاي بيبدع بمهنته. اما لما يكون اليوم كهربجي وبكرة حداد والبعدي وفني ديكور، انا بعتبر فني الديكور هو فنان وليس صنايع، فخليك بهالمهنة أفضل. هيك جمعنا آخر قطعة ونزلنا البربيش من وسط القطعة الأخيرة. طبعا لأنه ليش نزلتها من هنا؟ عشان بدي يركب تابلو فرنسي على داير الغرفة. لو ما كان بدي يركب تابلو فرنسي، لا بحفر لها من الزاوية عشان يبين مع جسم الحيط ما يكون بارز. وهيك بنكون ركبنا على خير وسلامة سقف الفلات بالطريقة هاي، كيف زجزاج. والسقف طبعا ميزان 100% ما شاء الله. بتمنى انكم استفدتوا من هالفيديو، اتعلمتوا طريقة الشغل، كيف حامل وكيف محمول، كيف اوميجا وسي والزاوية. يعني جد ممتع 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 هالشغل. وهيك بنفحصه. طبعا ممكن يجيك مهندس، المهندس لازم يبلش من البداية يأخذ موازين اللوح، يشوف توزيعة الحديد إذا كان في حولك مراقب مثلا بالأصل، وإذا كان من الأخير فهو بيجي بوزنه بالطريقة هاي، بفك لوح وبشوف إذا كان يعني كسول المهندس، بفك لوح وبشوف اللي كيف جمع الحديد وبرجع بجمعه. طبعا بيطلب منك بأدب. وهذا آخر الفيديو، والله ممتع وسهل، وبعتقد طريقة الشرح إن شاء الله أنها سهلة. بتمنى إذا عندكم ملاحظات أو أي شيء إنكم تدلوني عليها، كيف أغير من الأسلوب، بدكم شرح أسهل، هل الشرح سهل ولا بدكم تسهيل أكثر من هيك. يا رب تكونوا مستفيدين. في عندي كلمة تحت اسمها تشكرات اللي بحب يدعم القناة، وشكرا لكم والله يعطيكم ألف ألف عافية. أنا سيف الكردي، السلام عليكم. المسافات تفرقنا، فبيت الأحلام للديكور يجمعنا، وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد.